السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الاخير خلاص معكم محمد نور الدين متابعين الكرام موعد مباراة منتخب الجزائر امام منتخب توجو اليوم بإذن الله تعالى الخميس 10 10 2024 مباراة في الجولة مباراة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا في المغرب 2025 بإذن الله تعالى الجزائر في مواجهة توجو الساعة عشرة مساء بتوقيت مصر الساعة تمانية مساء بتوقيت الجزائر المباراة تمانية مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب تسعة مساء بتوقيت ليبيا والسودان عشرة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا عشر مساء بتوقيت الإمارات توقيت الإمارات وسلطنة عمان والساعة سبعة مساء بتوقيت ليبيا بتوقيت جرينتش وموريتانيا قناة ناقلة للمباراه قناه بين سبورتس اتش دي الاولى والمعلق المتالق حفيظ دراجي وملعب المباراه 19 مايو 1956 جوله ثالثه من تصفيات كاس امم افريقيا 2025 اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو وكان معكم محمد نور الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته